هناك ملف مطلبي واحد يحدد أو يجمع كافة رجال ونساء التعليم، وهناك قضية واحدة يمكن أن نناقش عنها أو عليها، هي قضية إسقاط النظام الأساسي الاستعبادي المشؤوم. لا حوار ولا نقاش بدون إسقاط هذا النظام الأساسي المشؤوم، هذا أولا. ثانيا، إذا كانت الحكومة تعتبر نفسها الدولة، فرجال ونساء التعليم هم الوطن، ولا أحد يستطيع أن يزايد على الوطن، لأننا الوطن ونحن من خلقناك هناك. نقول لحكومة الباترونا ولوزارة بن موسى ولكل من سولت له نفسه أنه يخرج ويشتم رجال ونساء التعليم أو أنه يمر الأكاذيب والمغالطات، نقول له من هنا كل هذه المناوشات وكل هذا التضليل لن يزيدنا إلا إصرارا وصمودا وعزما نحو تحقيق مطلبنا العادل والمشروع، ألا وهو استرجاع كرامة الأستاذ والأستاذة في هذا الوطن. هذا أول معطى فيما يتعلق بالمعركة. سبق للمداخلتين السابقتين أن طرحت السياق العام الذي ظهرت فيه التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، إضافة إلى الملف المطلبي الذي تطرحه التنسيقية الوطنية في علاقتها مع باقي فئات نساء ورجال التعليم المناضلين والمناضلات في هذا أو في هذه القضية. لأن بالنسبة لنا لا نعتبر هيئة واحدة وواحدة تناضل، وإنما هيئة إلى جانب هيئات أخرى مناضلة تدافع عن المدرسة والوظيفة العموميتين. ومن هنا نحيي عاليا زملائنا الأساتذة والأستاذات المناضلين والمناضلات في التنسيق الوطني لقطاع التعليم. لماذا خرجنا نحن إلى الشارع؟ وخرجنا منذ اتفاق 14 يناير الذي نعتبره اتفاقا مشؤوما، لأن المبادئ الأساس التي بني عليها هذا الاتفاق كنا نعي جيدا من خلالها أنها ستنتج لنا نظاما أساسيا غير محفز وغير عادل. وهنا على فكرة نشكر بن موسى ونشكر حكومة الظل وحكومة البطرونة لأنها ولأول مرة في تاريخ هذا البلد الحبيب اجتمع الأساتذة قاطبة من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه للقول بصوت واحد نعم لاسترجاع كرامة الأستاذ. هذا النظام الأساسي أول مطلب أو أول مسألة ينبغي أن ندافع عنها داخل هذا النظام الأساسي، واعتبار رجال ونساء التعليم موظفين عموميين ديال وزارة التربية الوطنية، ماشي موارد بشرية، حيت ماشي احنا الطاولات ولا الطباشير، وإنما الموظفين. معناه ملي تجي في البوند الأول أو في المادة الأولى من النظام الأساسي تقول لها عندي الموارد البشرية وتجزئها، تقول لها موظف في وزارة التربية الوطنية والأطر الأكاديمية الجهوية، نقول له لا فرق بين كل الأساتذة في هذا الوطن، سواء كان أستاذا نظاميا بين آلاف الأقواس، واليوم أصبح الكل أطرا أو كل الأساتذة أطرا فرض عليهم التعقد في هذا السياق ديال هذا النظام الأساسي الجديد اللي هو النظام الاستبدادي اللي جات به حكومة بن موسى. أكيد أن هذا النقاش ديال العودة ديالنا واعتبارنا كموظفين عموميين هو نقاش ديال الدفاع عن تواجدنا
من داخل الوظيفة العمومية نحن كرجال ونساء التعليم، لأن ارتفاع تواجدنا نحن من داخل الوظيفة العمومية هو دفاع ضد تخصصة قطاع التعليم. لأن اليوم مثلا الوزارة تصبح أنه في الموسم الدراسي ديال 2021-2023 تم انتقال ديال أزيد من 80376 تلميذ من القطاع العمومي نحو القطاع الخصوصي في نفس السنة وفي نفس الموسم الدراسي، تتم انتقال ديال 61000 تلميذ و 482 من القطاع العام نحو أو عفوا من القطاع الخاص نحو العام، بمعنى أن الدولة ماضية في اتجاه الدفع بأبناء هذا الوطن اتجاه إلى مستنقع التعليم الخصوصي، وجعل المدرسة العمومية مقابلة مدير الدخل، بمعنى تنوليو تنبيعو المعرفة أكثر من أن نقدمها بجودة عالية لأبناء كتاع هذا الوطن، ماشي اللي لاباس عليهم، لأبناء كتاع هذا الوطن. وهنا تتوضح بالملموس هاد طبيعة إصدار مثل هاد القوانين وهاد الأنظمة الأساسية ومدى تأثيرها على القرارات أو مدى ملائمتها عفوا مع القرارات ديال الإملاءات ديال المؤسسات الدولية، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بهذا المعطى. ما نوضحو دابا حنا الأمور، لأن الحكومة تتوضح معنا نوضحو معها. ثم هناك معطى آخر، السيد رئيس الحكومة في إشارته قال على أنه دار 2500 درهم كزيادة لوقت فاش بيخرجوا الأساتذة. السيد رئيس الحكومة، أنت إذا كنت تتحدث بغير معرفة فنحن نعرف القطاع أكثر منك. أنت تتحدث عن الدرجة الممتازة بالنسبة للأساتذة الثانوي التعليمي، كانت عندهم الدرجة الممتازة هي درجة خارج السلم. اليوم تتحدث عن الدرجة الممتازة، نتحدث عنها بالنسبة أو تم تحقيقها بالنسبة للأسلاك الأخرى، وهذا نضال جاء بعد كفاح مستميت وطويل. ولكن احنا بالنسبة لنا نتحدث عن الدرجة الجديدة بناء على اتفاق 26 أبريل 2011 التي لم تفي الدولة ببنوده وبوعوده، لأن 26 أبريل 2011 تفقد الدولة على إحداث درجة جديدة في قطاعات عمومية. وبالفعل في شتنبر 2011 تم إحداث الدرجة الجديدة في قطاع العدل. أين موقع وزارة التربية الوطنية ونساء ورجال التعليم من هذه الإحداث ديال الدرجة الجديدة؟ أو أن الأمور تتمشي في جميع القطاعات الأخرى إلا وزارة التربية الوطنية تتوقف عندها الاتفاقات والعهود؟ لأن الدولة دائما عودتنا على خلق عهودها وبنود اتفاقاتها، بدءا من 26 أبريل 2011، مرة الاتفاق 20 يوليوز، اتفاق 13 أبريل، وهي اليوم تدعونا إلى العودة للأقسام بواحد المنطق ديال آش ديال دير النية. ونحن نقول لهم من هنا هاد النية لذا تحدثوا عليها، رحنا باقي تنسولوا النية ديالتنا واش نجيلوا النية، والحدود اللحظة النية ديالتنا قالت لنا ما تديروش النية باش تواضحوا لا نية ولا ثقة في حكومتين جات وخلت بنود الاتفاق. اليوم حتى النقابات التي كانت موقعة تقول لك الحكومة قلبتنا بهذا المعنى، معنى أنه تم تمرير النظام الأساسي بدون أنه تكون المصادقة النهائية في داخل لجان التقنية. لهذا هذا النظام الأساسي جاب بهذا الزيادة في المهام، بهذا كثرة العقوبات، بهذا التحديد أو الزيادة في ساعات العمل اللي رشحها النظام الأساسي للسلطة الحكومية المكلفة بالقطاع. نحن نعي جيدا أن هذا تخريب للوظيفة العمومية. لهذا قامت هذه المعركة، هذه المعركة البطولية التي اجتمع فيها الجميع منذ 5 أكتوبر 2023، وتوجت بمسيرة 7 نوفمبر 2000
23، وهي مسيرة حاشدة للوزرة البيضاء. قدم إليها الأساتذة من كل حدب وصوب، من المغرب، من كل مدنه ومن كل جهاته، واللي قال لنا بأنه 30% اللي ديال الإضراب يكفي أن يعود إلى الفيديوهات ديال المسيرة والوقفات ديال المديريات الإقليمية ويحسب واش ني 30% ولا خصو حتى هو يعاود يرجع عندنا المدارس العمومية نعاود نقضيو الحساب والنسب المئوية. لهذا حنا الآن في هذه المعركة النضالية نقول لن نتوانى ولن نعود إلى حين تحقيق هذه المطالب العادلة والمشروعة لكافة نساء ورجال التعليم قاطبة وبدون استثناء. وإذا كانت الدولة تعتقد أنها ممكن تحقق واحد الجزء والجزء الآخر، أنا أقول لن نعود إلى تحقيق ولن نترك أحدا من زملائنا يناضل في الشارع. سنناضل جميعا، فإما أن نتواجد جميعا في الشارع إما أن نتواجد جميعا في الأقسام وحدا فيهم. وهنا الدولة لها الاختيار والحكومة المغربية لها الاختيار.